وهذا سائل من ليبيا حفظكم الله يقول ما هي الأسباب المعينة لترك المعاصي؟ كثيرة. أولا التوبة النصوح بدون اعتداء. قلت هذا لأنه بلغني وثبت عندي أيضا أن بعض الناس يتوب مع النذر الشديد، فمثلا يتوب عن شرب الدخان وإن عاد يفعل كذا وكذا من صدقات من كذا، فهذا حرام، هذا اعتداء، هذا بدعة، هذه توبة مخلوطة بالبدعة، توبة نصوح فقط. الثاني الاستكثار من نوافل العبادات مثل ركعتي الضحى وأربع قبل الظهر أو ركعتين، وأربع بعدها أو ركعتين، وأربع قبل العصر أو ركعتين، وركعتين بين كل بعد كل أذان، ركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، وما تيسر من الليل مع الوتر، وركعتين الضحى، ونوافل الصيام كصيام البيض ثلاث والاثنين والخميس وست من شوال وغير ذلك مما صحت به السنة. الثالث البعد عن جلساء السوء. قال صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. الرابع الاستكثار من ذكر الله عز وجل واللجوء إليه بالدعاء دائما حتى لو لم تقع في معصية، سل الله العصمة من المعاصي، سل الله أن يتولاك بما يتولى به الصالحين من عباده. والخامس ملازمة الصالحين باختلاط بهم إن أمكن ولو في المساجد أو بالاتصال الهاتفي، تسأله عن حاله ويسأل عن حالك ويرشدك إلى شيء خفي عليك أو ترشده، هذه كلها معينة على الاستقامة والحماية من المعاصي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. يا ويلتى
فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هذا